مكمل عند أسامة مبشرة والهدف الأول لصالح النهضر يا قادري على طريق بابا السوق كان خطب الكرة وبابا السوق هدف النادي رياض القادري هدف النادي رياض القادري بابا السوق وشجون تقدم لصالح النادي رياض القادري وفرحة كبيرة في مدرجات الملعب البلدي النادي القادري يتقدم هدف دون مقابل على حساب اتحاد رياض القاسمين وبابا السوق هدف فريق هذا الموسم بسبع اهداف كسجل الهدف السابع ديالو هذا الموسم فرحة كبيرة فرحة كبيرة في مدرجات الملعب البلدي النادي رياض القادري يتقدم هدف دون مقابل على حساب اتحاد رياض القاسمين Oh, my God.